عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، وياكم ميري من قناة بيكا بيكا، وعندي أخو اسمه بيكا. اليوم راح أراويكم بيت هذا ماتي، إزاي سويته بالعالم ماتي. ما عندكم الحديقة سهلة كلش، بس تحطوا لكم فوانيس، وهاي الجديدة فوانيس همين، وتحطوا لكم ورد، وهاي عندكم الحظيرة. أنا حاطة حول البيت ورد طبعا، والبيت هذا طبعا مصنوع من الخشب والستون بريك، هذا الدرج مال الستون بريك. عندكم الحظيرة حاطتها قدام، تشوفوا انتو حظيرة واحدة بس هي بالحقيقة حظيرتين، حظيرة مال القارة حظيرة مال خفان. هنا أنا مسويت الحوض صغير، حاطة بها ذني كانت الحلوات ملاتي، ما مرتبته كلش لأن أريد أصلا يكون كبير عمود، وهنا أنا داج عمود إذا يريدن يطلعن ويتمشون ويرجعن بسهولة. بس خلوني أراويكم البيت. طبعا أنا مسويت هاي من فوق فانيس، وهاي الجلاس وردي، والباب هذا طبعا اول شيء اول ما تطبون عندكم هذا المطبخ، هذا الفرن. انا حاطت لي هذا الفرن السموكر، وطبعا انا حاطه جوه كام فاير، شوفوا عندكم من هنا هاي كام فاير، ولا تطفيها. اجيب لكم طبعا هذا الخشب، تروحوا لكم على هذا القسم مال النباتات، وتروحوا لكم على الخشب، تاخذوا لكم هذا الخشب. طبعا انا اختارت لي الابيض لان اشوفه احلى بهواية، هذا فراح يطلع دخان. انا طبعا شريت لي ذني هذا الحذاء، انا هذا الحذاء الايرون، هذا الحذاء الايرون حطته وقالبته، حطيت لي هاي الالتيم فريم، وهنا انا هاي، وهذا عندكم المكان، هذا هذا البرش بليت الستون، على اساس تحطون عليه اللحم وتحطون فوقه التكبيلات، بس بالحقيقة هو مجرد منظر. وهذا الخشب على اساس تقطعون عليه، وهذا السكين على اساس حطيتها كسيف ايرون، جواتي فهم. هنا تحطون لكم التكبيلات، والثاني تحطون بيه يعني الأكلات اللي مو جاهزة ومتنحط في الثلاجة. فأنا أنا حطيت الشاركة بوكس باللون الأبيض، وحطها من صوف أبيض عمود يصير يشبه الشاركة بوكس أكثر. وهنا أنا حطيت صوف وردي وأبيض، وهمين عندكم هاي الثلاجة تحطوا لكم بوتن زر هنا، وتحطوا لكم باب آيرون هنا وباب هنا، وتراب دور اثنين دورات اثنين، وتحطوا لكم دهمة فوق يفضل، فراح ينفتح لكم ومن ترجعوا بسهولة، بس تدوس لكم على هاي وترجعوا. وهاي عندكم قاعدة، وهذا عندكم البراد، تدوس لكم على هاي الدهمة سهلة. انا حاطة جواها منين، حاطة ديسبنسر وحاطة بتاجستا ماي، وحاطة قدام هاي. طبعا ما يصير تحطوا لكم سلابات، لان اذا حطيتوا ونسلابات فراح يصير جوا البلوكة وما راح يطلع عندكم لي برا. انا حطيت لي هذا اساس يعني ماي، وهاي هاي اساس قاعدة لان البيت صغير من داخل شوية، فما كفت مساحة ما كفت الضيوف. حطيت لي هاي هذا مال النذر، هاي همين الفلاور بوت على اساس بلاصات حطتها. وطبعا انا حطيت لي الاضاءة بكل البيت عبارة عن فانيس. الدار ننتقل لغرفة النوم، هاي انا حطيت لي هذا البرميل، وحاطه فوق واحد فانوس، والثاني قلبته لي فوق. وهاي المراية تلقوها بالمقطع الأول مال الغرفة، تلقوها الطريقة من صنع هاي المراية بالقناة.
هسه بس تجيب الكوسة وتردي وتحطو هنا ويم بنرات سوي لك كل شي وتحطو كمان فوقا هم فاير وتحطون فوقا هنا وترتفع تكون فصير عندكم هذا الشكل المميز. هنا همين فانوس حاطة هدان ننتقل للست اب طبعا نحط هنا لون وهذا مكان اساسا من تجبيه ممكن تعمل سجاداتكم. ها عندكم غرفة الست اب هنا همين اقعد امنتج وهنا احطن بي الشغلات مالات اليوتيوب والهاي وتعرفون التبعات. وهنا ننتقل للست للست اب نفسه انا مسويت هنا بنرات ثلاثة نفس الطريقة مال المرأة بس حطوا لكم نص أميه تكون مو كلش ضروري. أنا حاطتها تعرفوها حاطتها مال الكتب أساس الكيبورد ما أقدر تحط الماوس. وهاي همين حاطت لي فنس مال أوك ويا خشب أوك وهذا الكرسي كلش سهل جيبوا لكم هاي شو اسمه اللي تجيبوها من هذا القسم تروحوا لكم اللي جوا طبعا تكبر تخلي الشاشة أكبر باستخدام هذا الزر. هاي الماين كارت تجيبوها وتجيبوا لكم وياها رايل أو بالأحرى يعني سكة مع القطار وتحطوا لكم وحدة هنا فوق وحدة من الرايل وحدة من هاي وهم يعني كإجمال يعني ما بين هيك سهل عملت كظهر على اساس حطوا لكم شو اسمها الايرون دور. واللي يتسائلون شنو هذا الباب فهاي غرفة اجرب بيها للاثاث وهاي كوش صغيرة حاطة هنا حوض لان البيت ما بيه مكان مناسب حاطت هذا الاشب مال النذر ويا فانوس واشب وهاي دام تنحط بالفقرة حطت لي ذني أحلى فان أحلى من هاي أحلى شيء من الفصيلة كلها أنا أشوفه. طبعا أنا نسوي الحوض هذا الخشب الدارك أوك عنده خشب باللعبة كلش حلو من فوق سلابات من هنا من فوقها تحطوكم بلوكتين من العشب مال النذر او حتى ذا جراس عادي بس انا حاطت الجراس النذر عندي بين كشكل بحري لان لونه ازرق. وهاي عندكم هم يعني حاطت لي هنا الدرج بس بالمقلوب وهذا وبس هذا ويا المقطع بس هذا ويا المقطع وبس لهنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. إن شاء الله يكون عجبكم المقطع لا تنسون اللايك لايك والسبسكرايب بس باي.